عبر الهاتف لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب. أستاذ أحمد في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يمكن زي ما كنا بنتكلم من أول رمضان ويمكن من قبل رمضان كمان بنشوف دور أساسي وكبير جدا لمؤسسة حياة كريمة ويعني التحالف الوطني وغيره في عمل الخير وتوزيع كراتين الخير. أهمية هذه الأدوار وانعكاسها كمان على الشارع من وجهة نظر حضرتك. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك والساده المشاهدين بخير. الحقيقه طبعا المبادره دي اهميتها ان هي بتستهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري طبعا على عن طريق شبكه المبادره الخاصه ب يعني تحت ظل طبعا التحالف الوطني للعمل الاهلي وبالتنسيق مع كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيريه والاجهزه المعنيه وطبعا مؤسسه حياه كريمه. المبادره المهمه جدا بيتم توزيع كل الكراتين الخاصه بكراتين الخير ودي طبعا فيها مواد غذائيه وفيها كل الحاجات الخاصه برمضان. طبعا في رمضان بيكون في ارتفاع في معدلات الاستهلاك مقارنه بالشهور العاديه وبالتالي المبادره دي بتستهدف تخفيف الاعباء. الحاجه المهمه في الموضوع ان الاسر الاولى بالرعايه او الاسر الاكثر احتياجا في تخطيط مركزي بيقوم بالتحالف الوطني وبيشوف كل الاحتياجات بتاعه محافظات الجمهوريه وبعد كده بيستهدف توزيع كل سواء كراتين الخير او كل العمل الخيري بشكل مؤسسي ومنهجي بالتنسيق مع كل الجهات المعنيه. والاول مره بيكون عندنا مظله كبيره اسمها التحالف الوطني للعمل الاهلي ودي بتجمع كل المنظمات. طيب استاذ احمد قبل ما اتكلم مع حضرتك على المساهمه والمشاركه بتاعه مختلف المؤسسات وان بقى في فعلا عمل مؤسسي زي ما حضرتك بتتكلم والاليه الجديده اللي يمكن شفناها طرقت على المشهد، عايزه يمكن كان في نقطه لافته للنظر في الخبر المتعلقه بالاطفال انه احنا نشوف دلوقتي الاطفال كمان بتشارك في توزيع الكراتين ده، دي يمكن رسائل كمان بيبعتوها للجيل الصغير وحتى الشباب والشابات وغيره في الرحله اللي الدوله المصريه ماشيه فيها في فكره انه التطوع ما بقتش كلمه غير مستصاغه على الودن. يعني الحقيقه طبعا لو نرجع شويه في المشهد الخاص باستاد القاهره وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجميع كل المشهد الخاص بالتحالف الوطني وكل المبادرات الخاصه اللي كانت بتستعد قبل شهر رمضان، الحقيقه كان ليا لقاء مع قيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي خلال الفتره الماضيه ولمست ان في زياده في الاتصالات والاستفسارات الخاصه من الشباب العاديين ومبادرتهم ان هم يشاركوا في توزيع او العمل الخيري او العمل التطوعي. طبعا فئه الاطفال دي حاجه مهمه جدا ولكن الفكره ان مشاهد الخير وتصديرها بشكل معين هو ده اللي بيخلي المبادره بتاخد زخم وبتاخد مشاركه اكتر من الشباب. والحقيقه طبعا التحالف ده بيقوم بعمل مؤسسي في تشبيك كل سواء المؤسسات القطاع الخاص، احنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ تشبيك مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات اللي هي في اطار المسؤوليه الاجتماعيه للشركات مع المؤسسات الحكوميه مع وزاره التضامن الاجتماعي مع كمان مؤسسات الحكم المحلي والمحافظات بتوزيع كل الكراتين وعمل العمل الخيري بشكل مؤسسي وبرضه بمشاركه كل فئات المجتمع. يعني هتلاقي الشباب موجودين وهتلاقي الكبار موجودين وهتلاقي كمان المهم التدريب للمتطوعين لان التدريب ده بيدي بعد مهم جدا في استمراريه او استدامه عمل سواء مؤسسة حياة كريمة أو الإطار بتاع عمل التحالف الوطني للعمل الخيري. طيب يمكن حضرتك اتكلمت دلوقتي على الدور بتاع المؤسسات وهي بتعمل مع الحكومة ووزارة التضامن ما إلى آخره، إلى أي مدى وكمان المجتمع أو الناس بشخصهم بيعملوا كمان في فكرة العمل الخيري وتوصيل الخير لمستحقين، إلى أي مدى التنسيق والتكامل وجود قاعدة بيانات زي ما كنا بنتكلم من دقائق يا أستاذ أحمد سهل أنه الخدمات دي توصل لمستحقيها، سهل أنه ما يحصلش تكرار في الخدمات دي مرة تانية، فكرة أن يبقى فيه تنسيق وما يبقاش بنشتغل في جزر منعزلة زي ما بيتقال برضو ساعدت بشكل كبير لأن المساهمات والمساعدات توصل لمستحقيها. خلينا أقول نقاط محددة يا أستاذة ندى.
النقطة الأولانية، أولاً مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية الضخمة دي أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر كلها، بتكلفة تريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه هي تكلفة المبادرة بتاعت حياة كريمة، وبتستهدف النهوض بحياة 60 مليون مواطن في كل أنحاء الجمهورية. وطبعاً على مدار الثلاث سنين ومراحل المبادرة المختلفة بنلاقي الحقيقة، لو أي حد بيشوفنا دلوقتي جنب بيته بيبقى فيه شغل، سواء في قرية أو في مركز أو في مدينة أو في أي محافظة، في شغل جنب بيته في كل الخدمات الأساسية، وسواء الطرق أو حتى الانترلوك اللي هي اللي بين البيوت وبعضها أو في الشوارع. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، الستيت داتا سنتر أو مركز بيانات الدولة الموحد، ودي حاجة مهمة للغاية، يعني أنت بتجمع كل كدولة بتجمع كل بيانات الدولة، وفي إطار طبعا المبادرات اللي بتحصل، سواء حياة كريمة، التحالف الوطني، المؤسسات الخاصة بالمؤسسات المعنية الخاصة بقواعد البيانات، ويتعمل قاعدة بيانات بتوصل كل المستحق من كل فئة من فئات الرعاية أو الفئات الأولى بالرعاية، بتوصل له ما يستحقه من خدمات أو ما يستحقه من كرتونة المواد الغذائية اللي هي بتزن 12 كيلو. الحقيقة في حاجة مهمة جدا، قاعدة البيانات دي هي قاعدة انطلاق للمستقبل. بمعنى إيه؟ يعني بيتم تجميع البيانات، بيصل الخدمة للمستحق، وبعد كده بتحلل هذه البيانات ويتم تحليلها أو الـ data analysis، وبعد كده بيتاخد عليها القرار الصحيح، وده بيوفر جهد وبيوفر تكلفة في تقديم الخدمة للمواطن خلال الفترة المقبلة. المبادرة دي عن طريق جمع هذه البيانات وكل المواطنين أو الفئات الأولى بالاحتياج، وكمان على المحافظات اللي لها أولوية، ومحافظات الصعيد بيبقى لها أولوية خلال المرحلة الحالية، تحت مظلة حاجة مهمة جدا هي الهيومن كابيتال أو رأس المال البشري، تقديم مستوى تعليم جيد، مستوى رعاية صحية جيد، مستوى خدمة جيد للمواطن المصري، لأن هو العنصر الأساسي سواء لكل برامج الإصلاح اللي تمت فهو بطلها المواطن المصري، وهو يستحق أن يكون التدريب والاهتمام وتوفير الخدمات المختلفة ليه بنفس الكفاءة خلال الفترة المقبلة. صحيح، هو ده يمكن اللي بتسعى ليه، سواء حياة كريمة أو الدولة المصرية أو المؤسسات المختلفة والحكومة. على كل حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب، شكرا جزيلا لك.